صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. اهلا بيكم معانا النهارده في يوم جديد من نهارك سعيد. الحقيقه النهارده احنا بنعزي انفسنا على رحيل هذا الرجل العظيم البابا شنوده، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. هذا الرجل صاحب تاريخ طويل في الوحده الوطنيه والانسانيه. ايضا سوف نفتقد حكمته وكمان حفاظه على كل ما هو مصري، لانه دائما كان يضع مصلحه الوطن في اعتباره ليس فقط مصلحه ابناء رعيته. صباح الخير اشرف. صباح الخير رانيا. صباح الخير يا ساره. بصبح مره ثانيه على كل مشاهدي قناه ناين لايف في كل مكان. مصر ليس وطن عشنا فيه ولكنه وطن عاش فينا، ودي كانت كلمات البابا شنوده البابا الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. النهارده بنودعه الوداع الاخير من كنيسه الكاتدرائيه متجهين لوادي النطرون، المكان الذي كان يحبه، المكان الذي كان دائما يتعبد فيه، والمكان الذي تم نفيه فيه من قبل الرئيس الراحل السادات. ويمكن ده موضوع هنتطرق فيه النهارده في حلقتنا في نهارك سعيد. صباح الخير رانيا، صباح الخير ساره، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم ان شاء الله دايما سعيد. ما زلنا في حاله حداد تام، حداد في القلوب وحداد في جميع المجالات. كلنا متاثرين برحيل البابا شنوده، وامبارح الحقيقه القواسيس نزلوه من الكرسي وحطوه في النعش بتاعه استعدادا لرحيله اليوم بعد الصلاه عليه. القوات المسلحه امرت بطائره خاصه لنقل النعش الى وادي النطرون. النهارده ما زلنا طبعا فقراتنا هتبقى كلها عن البابا شنوده، طبعا حاجه كلنا يعني رجل يستاهل ان احنا ما ننساهوش طول عمرنا. اكيد عندنا فقرات متعدده، عندنا ضيوفنا كتار النهارده، كل الضيوف اللي عندنا النهارده بنتكلم معاهم عن البابا شنوده. النهارده في اول يومنا كده هيكون معانا الفقره الاساسيه وهي فقره الصحافه. هنتابع مع بعض المانشيتات والاخبار اللي هتكون موجوده في الجرائد النهارده. كمان هيكون معانا فقره مع الاستاذه باسانت موسى، هي مدير تحرير بالجريده الالكترونيه للاقباط المتحدون. هنتكلم النهارده برضو عن وفاه البابا شنوده. علاقه البابا شنوده ورئيس الراحل السادات يمكن علاقه كانت مهمه جدا، وكانت علاقه يعني الحقيقه فيها كلام كتير جدا سمعناه. هيكون ضيفنا في الفقره دي واللي بنخص في علاقه البابا شنوده بالسادات الاستاذ روبير فائل فارس، وهو الكاتب الصحفي بجريده روز اليوسف. البابا شنوده وانجازاته لاقباط مصر، وضيفنا الاستاذ ممدوح رمزي المحامي بالنقد، وكمان عندنا فقره خاصه مع الاستاذ كمال زاخر الكاتب والمفكر، وبرضه بنتكلم عن البابا شنوده. خلينا نروح لفاصل سريع أو تقرير عن وفاة البابا شنودة ونبتدي يومنا بفقرة الصحافة.